آخر حاجة في الـ introductory section ده هيكون إيه هي الـ perceived roles and responsibilities of cause engineering؟ ما هي الأدوار والمسؤوليات المتصور عن مهنة مهندس التكاليف؟ تمام؟ هنمشي عليهم سريعا، وفي خلال الكورس هنشوف إزاي ليهم application. تمام؟ فدي مهارات، ده دور، ممكن جزء منهم يبقى شغلانة لوحدها في مكان معين وانت بتاخد عليه اجرك كامل جدا، مش شرط هتشتغل كل دول. انا هنا حاولت الخص الحاجات، يعني ممكن يبقى اكتر اقل حسب الموقف. هنبدا طبعا، مفيش كروست انجينير ما بيعرفش يحصل، فلازم حضرتك تكون كيو اس شاطر، سواء بقى توريد، مقاولين فرعيين وغيره، طبعا مستخلصات المالك وغيره. وانس ان انت بتعرف تحصل وبتعرف تراجع خاص، لازم تعرف تراجع مستخلصات المقاولين، الانفايسز والبيلز بتاعتهم، الاي بي سي بتاعتهم، بنراجع فيهم ايه زي ما نتعلم نسبه انجاز الفئات او الكوست ريت بتاعهم، الشروط الدفع البيمنت كونديشن بتاعتهم نفسها، والويتنج سيستم نفسه هياخد 5 10 20 0 100% وهكذا. طبعا اعمال خصر الخصر الخاصه بالعمل المفعول، عقود الموردين، في طريقة الحساب هندسي ولا واقعي، طب لأن الفئة بتختلف، الـ method of measurement، طرق القياس بتختلف، وتبقى بيكون كلوز تعاقدي بنرجع له ونتعلم منه ازاي نحصل مع المالك، وازاي حصرنا بيكون مع السب كونتراكتور والسبلايرز بتاعتنا. ازاي تقدر تراجع البيلنج بتاعت المالك نفسها؟ ايه هي الايرند فاليو اللي نازله؟ سواء كورك دان او سواء ماتيريال اون سايت تشوينات. ايه هي حاله الفوتره البيلنج ستيتس؟ ايه هو الفاينانشال بوزيشن والموقف المالي والكاش بوزيشن نفسه ان ترمز اوف، هل هو انا فوترت قد ايه؟ طب اعتمدت قد ايه؟ حصلت قد ايه؟ ايه قوه الكاش كوليكشن اللي عندي؟ هل في ديفيسيت؟ هل في سيربلس؟ وهكذا. عملت ادارات التكلفه المباشره، مواد، خامات، عماله، احنا بنتكلم هنا على الدراي دايركت كوست والبرايم كوست والكلام ده، معدات، ادوات، مصنعيات، مقاولين باطن وغيره. عملت ادارات التكلفه غير مباشره اللي هي الدايركت كوست والبردن كوست، زي مرتبات، اجور، تجهيزات ومكاتب ومعدات وكذا، وخدمه الموقع وادواته ومواد مستهلكه اللي هو ايه بقى، والضيافه والسكن والانتقالات والاتصالات والبدلات، كل ده هنيجي عليه سواء في الكوست خاص بالكوست استيميت وهنا في البادجت. عملت ادارات التكلفه الغير مباشره، حاجات تانيه بتبقى على مستوى الكوربريت مثلا زي الكاستمز كليرنس والال سي، التسهيلات البنكيه وتامينات الاعمال والتامينات الاجتماعيه، السوشيال انشورنس والرسوم والدمغات ومصاريف الضمانات البنكيه والضرائب واتسترا. عملت ادارات التكلفه الربائيه بنسميها تكلفه الاداره اللي هي الاوفر هيد، بيبقى جزء من المارك اب بتاعنا، سواء جي ان اي جنرال اند ادمنستريتيف اكسبنسز، او ممكن عندنا الريسيرش والديفلوبمنت لو عندنا قسم الكلام ده، والسيلز والماركتنج قسم برضه التسويق، مصاريف تمويل لو المشاريع بيتم تمويلها بقروض او انترنال لون، حتى ضرائب الدخل الانكم تاكس، اعمال التسعير وحسابات الربح والمخاطره ومخصصات احتياط الطوارئ، كل ده البروفيتابيلتي اناليسيز والريسك مانجمنت والكونتنجنسي والريزيرفز والكلام ده، سواء انت بتتكلم في التصميم او التنفيذ او الحصر وغيره. هنفرق بين الكونتنجنسي والالاونس والريزيرف كترمولوجي طبعا. اعمال مراجعه تقديرات التكلفه بتصنيفاتها المختلفه، حضرتك لما بيحصل الهاند اوفر بروسيس بيبقى في بروسيجر وابروتش ازاي بيحصل تيك اوفر التقديرات التكلفه ديت، فهنتعلم ايه هي البي يو اي البيسيس اوف استيميت، ايه هو الدايركت فيلد كوست والدايركت فيلد كوست والهيد اوفيس كوست والتاكس والديوتي والاسكليشن والكونتنجنسي والريزيرف والالاونس اتسترا. تمام، سواء احنا بنتكلم هنا على حاجه انترنال او ثيرد بارتي اللي بتعمل ايه الكوست استيميت ده. بنكمل معاك، هي اعمال اعداد وتقديم العطاءات، فاينانشال، تكنيكال، كوميرشال، فني ومالي، وده طبعا في الكورس اللي هو بيتكلم على البيلنج بروسيس او البيلنج ستيج، مش هنشوفه الكورس ده، في الكورس التاني، بس ده برضه دور من دورك، ممكن تبقى الجوب ديسكريبشن بتاعك، وايه الفرق، ايه اللي اتحط في الانفلوب الخاص بالفاينانشال والتكنيكال والكوميرشال في مظروف مالي وتجاري وفني، كل مظروف بيبقى كونسيل، بيبقى
في مستندات معينة. ازاي بيحصل الهاند اوفر بتاع التندر سبمشن ده الكوست استيميت بنسميها الاس سولت اللي معانا في الكورس، ازاي نقدر انجيج ونيفولف ونحط الميزانيه صفر اللي هي بادجت زيرو فيرجن، ويبقى في دول تشيك بوينتس ازاي نتحقق منها، ازاي نعتمدها طبعا وناخد عليها تبقى تو بي اوثرايزد من فروم اور توب مانجمنت. يعني اصدار الموازنه المستهدفه، ايه هي التارجت بادجت، او ببساطه ايه هو خط الاساس الكوست بيرفورمانس مانجمنت بيز لاين السي بي ام بي. ايه هي دور تحديثات الموازنه، ازاي بنعمل البادجت اند كومبليشن، سواء ولا نتعلم سواء ككميات او اوامر تغييريه او اعمال اضافيه، وايه الفرق بين الفاريشن اوردر والتشينج والاكسترا ورك والكوانتيتي نفسها، وكل واحد بيبقى ليه تاثير مختلف. ازاي نطلع في الاخر الاس بيلت او البوست كلوزنج بادجت فيرجن، النسخه من البادجت بعد ما اغلق المشروع، عشان ناخد منها بقى الليسون ليرند ونبدا نقفل المشروع بتاعنا، سواء نقفله ماليا او اداريا او قانونيا وغيره. اداره تكامل الموازنه الانتجريشن نفسه، ازاي حضرتك بتحط البادجت مع والكوست مع السكادول نفسه، فزي ما ياخد الاستيميت نحط مع الكوست مع السكادول، مش كل حاجه يعني دي ب 10 جنيه ماشي 10 جنيه ده كويس، بس ادفع ال 10 جنيه النهارده ولا بكره، ادفعها 5 5 ولا ادفعها 2 7 1، كل ده لازم يبقى فيه تكامل. تمام. طبعا ازاي هنعمل ريكونسيليشن للاكسبنسز اللي عندنا، وفي حدود طبعا بيكون السقف بتاعنا هو الفاند ليميت بتاعنا، ونتعلم الكاش فلو والان والاوت ريكونسيليشن. اداره الموازنه اثناء عمر المشروع، هايك زي ما اتعلمنا في هنتعلم البادجت كويست طلبات الموازنه، لو موظفين هيبقى في ديبلويمنت بلان، لو عماله هيبقى في ليبر لي اوف بلان، لو ماتيريال هيبقى في ماتيريال ويتش واي وين ليه وامتى وازاي وبكام، اكويبمنت هل هي اون ولا رينت ولا ليس، ايجار ولا شراء يعني، سب كونتراكتنج اوت ورك ولا هشتغل ان هاوس، طب لو انا اديت الشغل بتاعي مقاول من الباطن وخرجته بره، هل ايه هي الدي او ار بتاعتي، ايه هي الريسبونسابيلتي وتوزيع المسؤوليات ده. تمام. الريسبونسابيلتي ماتريكس اتسيتر. ممكن برضو حضرتك تكون عايز لازم تكون فاهم ايه هو اعمال تسجيل وتصنيف التكاليف والنفقات، ايه هو الكوست الوكيشن، وتتعلم ايه الفرق بين الشارت اوف اكتيفيتي والشارت اوف كو اكونتس، ومحاسب بيسجل ايه، انت بتسجل ازاي، وايه هو الكنترول بوينت بتاعتك والكنترول اكونت والكوست سنتر والكلام ده. وبالمناسبه في سيكشن كامل بنتكلم الفرق بين الكوست اكونتنج والكوست انجينيرنج، او المحاسب والمهندس في نظرتهم للكوست وطريقه تسجيلهم ليه وتعاملهم معاه. اعمال تحليل التكلفه الفعليه نفسها اللي هي الاكتوال كوست، وازاي الاستخدامات سواء مواد اداره التخزون مثلها لك. اعمال تحليل التكلفه الفعليه لتشغيل المعدات نفسها، الاكويبمنت، تكلفه الايجار، التملك، التشغيل، الصيانه، النقل غيره. اعمال تحليل التكلفه الفعليه لانتاجيات العماله الذاتي ومعدلات الاداء والاجور، الهاوس برودكتيف ليبر ويج ريت برودكتيف بيرفورمانس. اعمال تحليل التكلفه الفعليه الخاصه بمعدلين الباطن، فوترتهم كام، مصفوفة الالتزامات بتاعتهم، مسؤولياتهم، دفع مطالبات، في باكت شارج عليهم ولا لا وغيره. اعمال تحليل التكلفه الفعليه الغير مباشره الاندايركت الخاصه بالمرتبات، تعيينات، خطه تسريح، تجهيزات، انتقالات وغيره، لان يعني كل ده ليه حضرتك بتعمل اناليتكس عشان تبريديوس الريبورتس بتاعتك. اصدار تقارير التكلفه، عندك تقارير بتخرج يومي، اسبوعي، شهري، ربع سنوي، يعني كوارتر ومونثلي ويكلي، في الات كلوزنج او البوست كلوزنج وغيره. عندنا هنشوف اكتر من حوالي 20 ريبورت، وانت حسب الريبورتس اللي هتطلب منها. تقارير لها علاقه بالبروجريس ريبورت والايرند فاليو، بالريفينيو ابديتس تحديث الايرادات، ليها علاقه بالريزيدوال فاليو او الباك لوج، ليها علاقه بالبيلينج ستيتس، ليها علاقه بالكاش كولكشن، ليها علاقه بالكاش بوزيشن، ليها علاقه بالاكشوال كوست سواء هي مستحق اكروت او اوبليجيشن علينا او كوميتمنت، لو في ديفيشن عن الموازنه المستهدفه
اللي هو الكوست بيرفورمانس ميجرمنت بيز لاين، لو في ترند معين ازاي نعمل له اناليسيس ونشوف الفوركاست بتاعتنا ازاي، ازاي هنراجع المخصصات والريزلتس اللي عندنا، ازاي هنعمل بروفيتابيلتي اناليسيس ونشوف ايه هو المارجن بتاعنا جروس ونت وغيره. اتمنى اكون يعني اديتك فكره عن دورك والناس بتبقى مستنيه منك ايه عشان تاخد الراتب بتاعك، وده يعني ممكن يزيد ويقل، وممكن حضرتك تشارك معانا شير بعض الادوار الثانيه اللي ممكن حضرتك تكون تعرضت لها في الشغل بتاعك. وبكده نكون خلصنا السكشن الاول الخاص بالانترودكتوري، نروح للسكشن الثاني.